معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها ينظم لقاءً تشاورياً مع الفاعلات في العمل الخيري بحضور طاقمه التدريسي والإداري. الملتقى التشاوري يسعى وفق منظميه إلى تعزيز الصلة بالناشطات في المجال الخيري وإطلاعهن على مجالات عمله بما يخدم رسالة المعهد. ويهدف هذا اللقاء إلى ربط الصلة بالخيرات والناشطات في مجال العمل الخيري في مجال الخير عموما، وإعطائهن صورة عن المعهد ومجالات عمله، سعيا إلى تنسيق الجهود وتحقيق التعاون بين المعهد وشركائه وداعميه بما يخدم رسالة المعهد ويساعده في أداء مهامه. واقع اللغة العربية في موريتانيا دفع المشاركين إلى إطلاق دعوة لدعم جهود المعهد لخدمة اللغة العربية وعدم اقتصارها على غير الناطقين بها وفتح المجال أمام فئات اجتماعية جديدة لا سيما في المناطق النائية، فهم بحاجة ماسة لمعرفة الفصحى. قد نختار ونطورهم إن شاء الله ربنا، وطالبين منهم نفتحوا وندعموهم. إحنا مولي نفتحوا معهد والله اثنين خارج المنطقة اللي فاتحين، والمعهد اللي بيقولون عنها سيزيان من نفتحوا لنا معاهد أخرى وعودوا يدعمونا بها، وإحنا مولي إن شاء الله ظهر اللي عندنا الجوهم كاملات الأمات دين أيديهم لهذه المناطق الهشة فاصلة فيه من مجتمع آخر، وفهم ما اللي العمل في هذه الطبقات الهشة ضروري بلي نرفعوا من مستواهم. معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يعتبر مؤسسة علمية ويختص بلغة الضاد، ويهدف إلى نشر اللغة وإعادة التألق العلمي الكبير لهذا البلد باعتباره مركز إشعاع للغة الضاد في إفريقيا. ويشكل المعهد بحسب مسؤوليه واحدة من أكبر المراكز المهتمة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إذ كان له دور هام في حماية وتثمين التراث الإسلامي في مناطق غير الناطقين بهذه اللغة في موريتانيا.